بمناسبة اليوم الدولي لحقوق أشخاص الإعاقة 3 ديسمبر من كل سنة، هذه كلمة منا لكم. كل من يؤمن بحقوق أشخاص الإعاقة وحق الإنسان في الحياة، أطفال، شيوخ، رجال، نساء، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية واختلافهم البشري، ويؤمنوا بحق الإنسان، عبروا عن موقفكم، عبروا عن دعمكم، عن مناصرتكم. كونوا مناصرين إن لم تكونوا بأدواركم، بدعمكم على الأقل بالكلمة، برفض كل أنواع وأشكال التمييز، تعزيز حقوق الأشخاص الإعاقة من خلال مهنتك، مناوقك، أصدقائك، عائلتك، من كل مكان أنت موجود فيه. كلمتي الأولى والأخيرة، الكلمة لكم أيها الأشخاص الإعاقة، عبروا ماذا بي كل المناصرين لحقوق الأشخاص الإعاقة أينما كانوا، قولوا كلمة في هذا اليوم ويعبروا عن مناصرتهم وعن رؤيتهم وعن مطالبهم وعن تقييمهم وعن أمالهم وأهدافهم وأحلامهم المستقبلية التي يرون فيها هي الضامنة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أينما كان. الكلمة لكم أيها الأشخاص ذوي الإعاقة، فتكلموا.